شددت وزارة الداخلية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية اللي كتهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين. وبرزت الوزارة في بلاغ لها من بعد الاجتماع الطارئ اللي عقدته اليوم الاثنين أن هذه الإجراءات كتمثل في حرص عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في 3 مقاعد عوض 6 المعمول بها في الفترات العادية. وأكدت الوزارة في ذات البلاغ على التزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.